قصة حمزة وصومي رمضان من قناة ساوند كيو عندما يعشق الصوت. أرجو لكم رحلة سمعية ممتعة. المصدر تجدونه في صندوق الوصف. صومي رمضان وقصة حمزة. ما الذي تفعله يا معاذ؟ هل نسيت أننا في شهر رمضان؟ لا، ولكنني جائع ولا أقوى على الصيام، ثم إننا وحدنا بالفصل ولا أحد يرانا. هنا، خذ، هيا هيا، كل ولا تتردد. تفاجأ حمزة من معاذ. ماذا؟ تريدني أن أفطر مثلك؟ لا، لا تخشى شيئا، فإن أحدا لن يرانا، ثم إنني لن أخبر أحدا. هيا لا تتردد، إنه شهي جدا. ما الذي تفعله يا حمزة؟ هل أنت تأكل؟ أنسيت أننا في شهر رمضان؟ لقد كنت لا تنسى أن الله يرانا ويراقبنا ويعلم كل ما نقوله ونفعله. ماذا تقصدين يا أمي؟ هل أنا فعلت شيئا خاطئا إذن؟ فكر يا حمزة. الصيام شيء بين العبد وربه، فأنت حينما تصلي يراك الناس ويعلمون أنك تصلي، وكذلك في الحج. أما الصيام فإن الله وحده هو الذي يعلمه ويطلع عليه وهو يجزي به. صدقت يا أمي، لقد أخطأت حينما سمعت كلام معاذ إنه ليس صديقا، فالصديق لا يضر صديقه. لكنني تعلمت شيئا، أن أتبع مسؤوليتي ولا ألوم على غيري. الله تعالى يقبل التوبة ويغفر الذنوب، ولكن عليك ألا تعود لذلك مرة أخرى، كما ينبغي أن تحذر من رفاق السوء الذين يجرونك إلى المعصية ويزينون لك الشر. أعدك يا أمي ألا أفعل ذلك مرة ثانية. بارك الله فيك يا حمزة. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بهذه الرحلة السمعية من قناة ساوند كيو هدى كربوج. أرجو أن تتركوا أثرا جميلا مثلكم.